حكيتي بالعام ديال العصر ديال الدار البيضاء ونائب رئيس جمعية بلادية الدار البيضاء. ثم المرتاح أمين من العصر ديال الدار البيضاء كابتن السفير رئيس نادي السلام الدولي تعديل الأشقر. صديقي العربي رئيس جمعية السلام. حسن بن مدرب وحكم جنوبي جمعية قوف الصبور. عبد الكريم أبو الريال نائب الكاتب العام للعصر الدولي. رئيس عبد الله رئيس جمعية قوف الصبور وعضو الوسطى ورئيس لجنة السلام. خليل الصوف رئيس جمعية الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مصباح يقير رئيس عصبة جهة الدار البيضاء سطات الجوجيتسو، عضو المكتب المديري الجامعي للجامعة الملكية المغربية للجوجيتسو. احنا اليوم في إطار تكوين الدورة التكوينية الأولى المنظمة من طرف العصبة وتحت إشراف الجامعة، دورة تكوينية خاصة بالجمعية الرياضية المنضوية تحت لواء العصبة، التكوين في تدبير المالي والإداري للجمعيات اللي اليوم أطروا السيد والكوتش سعيد طراوة مشكور. احنا اليوم حضر عدد ديال الجمعيات المنخرطة، كتاب عامون وأملاء المال اللي ورؤساء الجمعيات اللي عرفت مشاركة فعالة وعطات اني عطات الأكل ديالها وعطات المرجوم ديالها. فالحمد لله اليوم كانت الدورة الأولى، وإن شاء الله الجمعة المقبلة إن شاء الله كاينة دورة تكوينية ثانية رمضانية في إطار تحليل قانون 3309 الخاص بالرياضة، وغيأطروا إن شاء الله بإذن الله السيد جواد حمضي المدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة والشباب والثقافة والتواصل عفوا قطاع الشباب بعمالة مقاطعة مولاي رشيد وعمالة مقاطعة بالمسيك. وشكرا. معكم الأستاذ إبراهيم بيرشو رئيس جمعية صفية للإقلاع الرياضي ورئيس اللجنة التحكيم لجهة الدار البيضاء سطات للجوجيتسو. نحن بصدد دورة تكوينية في التدبير المالي والإداري للجمعيات الرياضية، ومن هذا المنبر هذا كنشكر كل من رئيس عصبة جهة الدار البيضاء سطات للجوجيتسو الأستاذ ياقين مصباح ورئيس الجامعة الملكية المغربية للجوجيتسو كريم بلق، وهذه مبادرة طيبة والقادم أحسن إن شاء الله. وشكرا.